ولو قلنا بالأغنية المصرية؟ لا كثير في مصر انت حتحيرين يعني. انا اصلا متربي يعني، حرفيا انا متربي موسيقيا على اغاني مصر واشياء كثيره يعني في مصر، ففي كثير في عبد اشياء كثيره ان الحليم شاء الله. من القديم اكيد من الجديد مثلا؟ طب بلاش، بتسمع مين من الجديد؟ خليني اقول ما في اشوفي، انا مرات اعتبر نفسي مستمع اكثر من مغني، فما يعني ما اتوقع في اغنيه مصريه او خليجيه تنزل انا ما اسمعها وما تمر علي، بس يمكن اخر اغنيه ضربت وسوت جو هي تامر عاشور، هيجي لي موضوع تسمعها لنا؟ يعني مش حافظ كيف تيرارا تيريري خليني اقولها، هيجي لي موضوع دموع في عينه تعبان حدينه اسبوع ترين لندات ندمان هيجي لي ويقول ما ناس الكلام بس انا نفسي اساعدك بالكلام، انا حافظاه بس هيبقى الصوت وحش قوي، فخلاص خلينا كده حلوين مش مشكله. الله يسعدك. انت فنان كبير وصوتك حلو جدا، واحنا متحمسين الله نحضر لك حفلتك ان شاء الله، انت طبعا والفنانه اصيل هميم وموسى في العالمين الجديده، ومبسوطين ان احنا اخيرا اخيرا هيبقى في بقى التعاون الحلو ده، يعني ان شاء الله فن يعني اتنين كده خليني اقول عمالقه في الكلمات والالحان والنجاح، الاغنيه المصريه والاغنيه الخليجيه هيجتمعوا مع بعض، مفيش احلى من كده. ان شاء الله ان شاء الله احنا يعني كبرت الموضوع شوي بس ان شاء الله ان لا شاء الله بجد نكون ان شاء الله قدها يعني قدها وقدود. ان شاء الله ان شاء كل الله الشكر ان شاء ليك الله. الفنان فؤاد عبد الواحد.